تنفيذا للتعليمات الملكية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم بالرباط وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي مايك روجرز، وذلك على هامش زيارته للمملكة المغربية. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن أعضاء الكونغرس الأمريكي اغتنموا هذه الفرصة للإشادة بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون العريقة القائمة بين البلدين، والتي تعززت بشراكة استراتيجية لا سيما على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، مسجلا أنهم استحضروا أيضا الجهود المتعددة والدور الذي تطلع به المملكة من أجل السلام والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط.